طيب انا بدأت اسجل يا شباب اهو. النهارده هنتكلم على السينكرونس، او بيسميه اسم تاني البارلل كاونتر. عبارة عن ايه السينكرونس او البارلل كاونتر ده؟ بيتكلم على ايه؟ ماشي، يبقى انا بتكلم على السينكرونس او البارلل كاونتر. البروبلم اوف اسينكرونس، بص خلي بالك من كلمه ايه، عشان انتوا ساعات في الامتحان بتتلخبطوا كلمه سينكرونس او ولا اسينكرونس كاونتر. اتفضل يا هندسه، حد بيسال؟ كان هو دكتور الشيت اللي نزل ده على السنكرونس والاسنكرونس صح؟ لو ايوه مسألة فيها كاونتر يعني. ايوه المسائل كلها هتلاقيها عندك. خلاص، اصل كان موجود في الشيت سنكرونس، ما كناش خدناه يعني، فبحسب ان هو يعني ملغى او حاجة. لا طبعا خلاص مفيش حاجه تمام، كده نازلها كده، انا في كل حاجه مدروسه ومعمول حسابها. ما شاء الله. البروبلم يبقى لازم تركز من كلمه الاي دي، هل موجوده في المساله ولا لا. لو انا بتكلم على الاسينكرونس كاونتر يبقى خلاص احنا عارفين طريقه الحل بتاعت الاسينكرونس كاونتر اللي خدناها الاسبوع اللي فات، والانترودكشن عنها كفليف لوب الاسبوع اللي قبله. في مشكله في الاسينكرونس كاونتر، وانا نبهت عليها الاسبوع اللي فات، قلت لك ان مشكله الاكوميليتد فليف لوب دي ان كل فليف لوب بيدي لك ليه بروباجيشن ديلي، وبالتالي لو انت عندك 100 فليف لوب اضرب في البروباجيشن ديلي بتاع الواحد سواء كان 10 نانو سكند 5 نانو سكند، وبالتالي الايرور ويل بي بروباجيت وهيحصل، وبالتالي السيستم بتاعك هيبقى له سبيد. طب انت عايز سبيد اعلى، لجأنا الى وبالتالي لجأنا الى السينكرونس، او بسميه البارلل كاونتر. وهنعرف ليه كلمه سينكرونس ويعني وليه كلمه بارلل. الفليب فلوب داز نوت الفليب فلوبس داز نوت اول تشينج ستيتس سيمالتينيوسلي، يبقى من كلمه سينكرونس دي ان الفليب فلوب داز نوت اول تشينج ستيتس سيمالتينيوسلي. دي من ضمن برضو العيوب بتاعت مين؟ الاسينكرونس كاونتر، ان كل كاونتر كل فليب فلوب بيعمل تشينج ستيت، وبعد كده بيروح للفليب فلوب اللي بعده، واللي بعده بيعمل تشينج ستيت اكوردنج للفليب فلوب اللي قبله وهكذا. ولكن في حاله السينكرونس او البارلل كاونتر ده كل الفليب فلوبس اللي عندك بتعمل لها بيحصل لها تشينج ستيت سيمالتينيوسلي، يعني في نفس الوقت، يعني بنفس الكلوك. يبقى الكلوك داخله على كل الفليب فلوبس سيمالتينيوسلي في نفس التوقيت. طيب اكزامبل 3 بت او المود 8 سينكرونس اب كاونتر يوزنج الجي كي فليب فلوب، عباره عن ايه ده؟ يبقى ده شكل التروث تيبل اللي عندك، ده شكل التروث تيبل بتاعتك الاي والبي والسي، حيث ان الاي ده احنا سميناه قبل كده مع بعض الليست سيجنيفيكانت بت، والسي ده سميناه الموست سيجنيفيكانت بت. هنلاحظ ايه؟ العده الاولانيه الكلوك 0 1 2 3، ده زياده الكلوك لغايه الكلوك رقم 8. بعد كده الكاونتنج الاي والبي والسي هيعد 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 لغايه العده ايه؟ بعد السبعه هيروح الكاونتر ايه يا شباب؟ بيصفر بعد العده السبعه. ومن هنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنبدا باول فليب فلوب اللي هو الايه؟ هنلاحظ ان الفليب فلوب اللي هو الايه ده ماله؟ بيتشينج اتس ستيت كل بيتس، يبقى كل بيتس الفليب فلوب بتشينج اتس ستيت، يبقى الزيرو بقى 1، ال1 بقى 0، الزيرو بقى 1، ال1 بقى 0، الزيرو بقى 1. وبالتالي حد ممكن يقول لي الكلام ده معناه ايه؟ ان انا بعمل توجل ستيتس، صح يا شباب؟ حد ممكن يقول لي توجل ستيت للجي كي فليب فلوب كنت بعمله ازاي؟ حد يفتكر؟ ان كنت بوصل الجي اي والكي اي بواحد، صح؟ لما بوصل الجي كي والاي كي بواحد يبقى انا كده بعمل توجل ستيت. ده اول فليب فلوب، يبقى انا هعمل توجل ستيت اكوردنج تو الكلوك اللي عندك. دي اول قصه. طب تاني حاجه عندك البي، امتى بيعمل توجل ستيت يا شباب؟ حد يركز معايا كده.
هتلاحظ ادي لون تاني اهو. البي هيعمل توجل ستيت في اللحظه دي. لما البي بيتغير من 0 ل 1 امتى؟ لما الاي بتساوي 1. يبقى لما الاي بتساوي 1 البي بيتوجل اتس ستيت. طب تعالى نشوف تاني كده امتى هيتوجل اهو من ال 1 ل 0 امتى؟ لما الاي بيتوجل اتس ستيت بتساوي 1. نفس الكلام هيتوجل المره الثالثه من ال 0 ل 1 امتى؟ لما الاي بيساوي برضو ايه يا شباب؟ 1. يبقى معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الفليب فلوب ده اللي هو رقم بي بيتوجل اتس ستيت لما الفليب فلوب ايه الاوتبوت بتاعه بيساوي 1. طب السي نفس الكلام بالظبط، امتى هيتوجل اتس ستيت؟ ركز كده معايا، ادي اللحظه اللي بيتوجل فيها اتس ستيت امتى؟ عند قيمتين في كونديشن هنا اللي هو ايه؟ حد ممكن يقول لي عليها يا شباب؟ هتلاحظ هيتوجل اتس ستيت لما الاي والبي مع بعض بيساوي وحيد. ده كونديشن اللي عندك، لما الاي والبي بتساوي وحيد السي هيتوجل اتس ستيت، وبعد كده هيثبت. امتى تاني هيتوجل اتس ستيت؟ لما الاي والبي بتساوي وحيد هيتوجل اتس ستيت. ومن هنا نقدر نرسم شكل الفليب فلوب ده ازاي يا شباب؟ لو انا حبيت ارسمه لك بره اهو مثلا، اهو هيبقى عندك فليب فلوب اهو يا شباب كده اهو. انا برسم معايا اهو، ادي فليب فلوب A والفليب فلوب رقم B والفليب فلوب السي. هنعمل ايه؟ في كل فليب فلوب بنكتب الجي والكي، ادي الجي والكي، الجي والكي. بعدين هنرسم الكلوك، ركز معايا جدا في الكلوك. الكلوك هنا هتبقى شكلها ايه؟ ادي شكل الكلوك نيجاتيف جونج اتش. الكلوك بتبقى ماستر ليهم كلهم، علشان كده سميته سينكرونس. ادي شكل الكلوك وادي شكل مين؟ الكلوك. وهنا بنسميها الماستر كلوك، الماستر كلوك. يعني ايه كلمه الماستر كلوك؟ يعني الكلوك دي كومن لكل ايه؟ عند النيجاتيف جونج ايدج هيقلب. يبقى الكلوك دي كومن لكل الفليب فلوبس. يبقى الرسمه مختلفه، ده الفرق بين السينكرونس كاونتر والاي سينكرونس كاونتر. طب بعدين عايز اكمل، طبعا هنا الاي وهنا الاي بار وهنا البي وهنا البي بار وهنا السي وهنا السي بار. طب بعدين يا شباب، ها عايزين نشوف الاوتبوت. قلنا ان الاي هيتوجل اتس ستيت امتى؟ لما الجي والكي بتساوي وحيد، صح كده؟ طيب البي هيتوجل اتس ستيت امتى؟ الاوتبوت بي يا شباب هيتوجل اتس ستيت امتى؟ حد يركز معايا؟ حد فاكر؟ لما الاوتبوت بتساوي واحد. هتلاحظ ايه؟ الاوتبوت اللي عندك بيساوي ايه؟ بيتساوي واحد اهو. ومن هنا هتلاقي ان كده الاوتبوت اهو، ان الجي بتاعك الاوتبوت الجي والكي لما بيكونوا بوحيد الاوتبوت بتاع الاي. انتوا خليكم مركزين معايا في دي طبعا. لما الاي بتساوي واحد البي بيتوجل اتس ستيت اهو. يبقى الاي بتساوي واحد البي هيتوجل اتس ستيت بالمنظر ده. ولازم تعمل النود دي كده، معناها ان انت داخل على ايه؟ على الاثنين. طيب الاوتبوت سي هيتشينج اس ستيت امتى؟ لما الاي والبي
هيساوي كام يا شباب؟ واحد، لازم الاثنين يكونوا اند، صح؟ لازم الاثنين يكونوا واحد، عشان كده بنرسم شكل الاند كده اهو، والاوتبوت هنا ده هو اللي داخل على الايه؟ الجي والكي، والاوتبوت ده هنا اللي هو الايه؟ اند البي، وده هنا الايه؟ وهنا البي. ده شكل الثري بت. مين؟ او ممكن اقول لك مود 8، مش لازم اقول كلمه 3 بت، المود 8 صح، المود 8 معناها 3 بت اللي هي 2 باور 3 اللي هي 8. واب كاونتر، خلي بالك انها كلمه اب كاونتر. طيب لو انا حبيت اخليه مود 16، ايه اللي هيتغير في الرسمه دي؟ ممكن حد يقول لي؟ لو انا حبيت اخليه بدل ما 3 بت هخليه 4 بت، حد ممكن يقول لي ايه اللي هيزيد على الرسمه؟ هنحط فليب فلوب كمان. ها؟ لو انا هخليه 4 بت بدل ما 3 بت هنخليه 4 بت، يعني بدل ما مود 8 هنخليه مود 16، ايه اللي هيحصل؟ قول كده يا باشمهندس. الاي والبي والسي الاثنين على الاند. هنزود فليب فلوب تاني، هيبقى ادي الجي والكي صح؟ بعدين السي، وادي السي بار، والكلوك بتاعته برضو لازم هتكون سينكرونست مع مين؟ مع الماستر كلوك، عشان كده سميته سينكرونس. يعني كلمة سينكرونس جت من فين؟ ان كل الاوتبوت ستيت بتاعت كل الفليب فلوبس بيتغيروا ايه؟ سيمولتينيوسلي. طيب ايه كمان؟ ها؟ الانبوت ده بتاع الكي، الجي والكي فليب فلوب مالهم؟ هيتغيروا اكوردنج تو، ادي اللون الثاني اهو الاحمر زي ما كان، زي ما كنا احمر، يبقى هاخد الاي، الاي اند الاي، لو انا عايز ارسمه بالظبط يعني ادي الاي اند البي اند السي، وهندخلهم على ناند جيت، والاوتبوت هيدخل على مين يا شباب؟ على الكاونتر ده، ويطلع هنا الـ A and B and C. لازم الثلاثة بيساوي واحد عشان الـ C يتوجل its state. حد عنده أي سؤال يا شباب؟ معلش يا دكتور، عيد الحتة دي تاني عشان النت كان بيقطع عندي. لو أنا عايز أخليهم 4 بت، محتاج أخليهم 4 بت. لا أنا عندي 3 بت، أنا عندي 3 بت. إيه؟ يا باشمهندس إيه؟ الثري بت كده انا بعيد الرسمه كلها من اول، احنا كده بنعيد الرسمه كلها من اول. الثري بت انا كده بعيد الرسمه كلها تاني يا باشمهندس. الثري بت لو سمحت تركزوا يا شباب معايا، لما كنت اشتغلت اونلاين هنا اوف لاين. ادي الفليب فلوب، ادي واحد، يبقى لو بتكلم على 3 بت يبقى ده 3 فليب فلوب اهو. تاني بسرعه، الماستر كلوك للثلاثه. ادي الكلوك للثلاثه، بعد كده ده الجي والكي، وهنا الاي والاي بار، هنا الجي والكي، البي والبي بار، الجي والكي، السي والسي بار. امتى اول بيتس هيتوجل اتس ستيت؟ امتى؟ لما الجي بواحد والكي بواحد، لما يكونوا بواحد هيتوجل اتس ستيت. طيب البي هيتوجل اتس ستيت امتى؟ لما الاي بتساوي واحد. لو انت بصيت على الرسمه اللي فوق هنا اهو، اول ما الاي بتساوي واحد اهي، اول ما الاي بتساوي واحد بتوجل اتس ستيت، يبقى هاخد الاوت ده بواحد اهو على الجي والكي،
وهتعمل نقطة البوينت اللحام كده اهو. بعدين ها السي هيتوجل اتس ستيت امتى؟ لما الاي اند البي لازم الاثنين يكونوا بوحايد، وساعتها هيتوجل اتس ستيت اهو بالمنظر ده. هيتوجل اتس ستيت لما هنا الاي وهنا بي. صعبه كده؟ في مشكله يا باشمهندس اللي سأل؟ تمام حضرتك يا دكتور. دكتور لو خليته 4 بت هيبقى محتاج ان انا ازود مين؟ فليب فلوب جديد. هيبقى الدي وادي الدي بار، والكلوك بتاعته هتوصل اهي مع نفس الكلوك. ولازم السي والاي والبي الثلاثه يكونوا اند مع بعض، والاوتبوت يكون داخل على الاي على الجي والكي. تمام كده يا شباب؟ وبكده قدرنا نعرف شكل السينكرونس بارلل كاونتر سواء كان اب. طب لو كان داون كاونتر حد ممكن يقول لي؟ لو داون كاونتر ايه اللي هيتغير يا شباب؟ لو انا بتكلم على الداون كاونتر حد ممكن يقول لي ايه اللي اتغير في الرسمه دي كلها؟ يعني انا لو حبيت اعمل 3 بت سينكرونس بدل ما اب كاونتر هخليه داون كاونتر. حد يفكرني الداون كاونتر كنا دايما بنشتغل على ايه؟ على الاي داش والبي داش البار. خلاص هيبقى عندي نفس الكلام، ادي الاي والبي والسي، وادي المين كلوك هتبقى كومن للثلاثة. الثلاثة متوصلين بماستر كلوك بالمنظر ده كده اهو، دي الماستر كلوك. ادي الاي الجي وادي الكي، جي وادي كي، وادي الجي وادي الكي. بعدين الاي والاي بار والبي والبي بار والسي والسي بار. هنعمل ايه بعد كده؟ هنوصل الكلام ده مع الاي بار. يبقى لما الاي بار بتساوي وحايد الجي والكي بتفلوب اتس ستيت بالمنظر ده. طيب لما الاي بار والبي بار هيبقوا اند مع بعض، يبقى الاوت ده هيبقى اسمه ايه كده؟ الاي بار هيتوصل بمين؟ بالاي والبي. هنا ده الاي بار وده البي بار، هيبقى اند الاي بار اند البي بار. حد عنده اي سؤال؟ يبقى هي نفس الرسمه تيبيكال، بس انت بتوصل الاوتبوت بتاخد التريجر من مين؟ من البراد. والاوتبوت بتاعك من فين يا شباب؟ فين الاوتبوت؟ الاوتبوت بتاعك بتاع الكروك ادي الاي وادي البي وادي السي، ده الاوتبوت. حيث ان ده الاي الليست سيجنيفيكانت بت والسي الموست سيجنيفيكانت بت. حد عنده اي سؤال؟ اهو كده اهو. تعال نشوف الناحيه الثانيه. ادي المود 8 كاونتر بلوك دياجرام، وعرفنا نرسمه ازاي. وانا كده بتكلم على اب ولا داون كاونتر؟ الرسمه اللي قدامي دي
طالما بيشتغل من الـ A والـ A يبقى انا بتكلم على الـ up counter. طيب لو انا بشتغل على الـ down counter، الـ down counter يبقى انا بشتغل على البارات، على الـ A bar والـ B bar. طيب لو عايزين نعمل ديزاين بقى للكاونتر زي ما احنا قلنا قبل كده من شويه، لو انا حبيت اعمل ديزاين لكاونتر هيعد مثلا عد من واحد لغايه خمسه، او من واحد لغايه اربعه ويصفر، من واحد لثلاثه ويصفر. هنعمل الكلام ده ازاي؟ في خطوات للتصميم، يبقى في خطوات لتصميم السينكرونس كاونتر بتاعك. ايه خطوات التصميم دي؟ يبقى السينكرونس كاونتر ديزاين، علشان اعمل ديزاين للسينكرونس كاونتر في خطوات علشان اقدر اعمل بيها ديزاين. اول خطوه اللي عندك بعمل بيها ديزاين، يبقى وي ويل اكسبلين ا كومبليت سينكرونس كاونتر ديزاين بروسيدر. طب الستيب، اول ستيب اللي عندك علشان اقدر اعمل ديزاين، ديترماين ذا ديزايرد كاونت سيكونس. يبقى الكاونتنج سيكونس ده لازم اكون عارفه، اند ذا نمبر اوف فليب فلوب. عدد الكاونت سيكونس ده انا بدولك جيفن في بيبقى عندك في المساله جيفن، هقول لك عايزك تكاونت كام، 000 وبعدين 001 بعدين تكاونت 002 بعد كده تكاونت 2 وبعدين تكاونت 011 بعدين 000. يبقى انت كده عارف شكل الكاونت سيكونس ايه يا شباب، هيعد من 0 لغايه 3 وبعدين يصفر. ايا كان شكل الكاونت سيكونس، بقولها تاني، ايا كان شكل الكاونت سيكونس، بقولها تالت، ايا كان شكل الكاونت سيكونس انت هتمشي على الخطوات بتاعت الديزاين ثابته ايا كان شكل السيكونس. يبقى هنبدا نعمل ديزاين، هنبدا نشوف السيكونس، هنكبر دي اهو. نبدا فور اكزامبل ديزاين 3 بت synchronous counter that goes through the following sequence. يبقى انا عايز السيكونس ده اللي يتعد 000 0100 0100 100 بعد كده 001 بعد كده يصفر. يبقى ده الكاونت ايه يا شباب؟ ده الكاونتنج سيكونس. ده الكاونتنج يا شباب سيكونس اللي عندك، ماشي كده؟ علشان نبدا نحل، عرفنا الكاونت سيكونس شكله ايه. طب this sequence does not include، طبعا انت وقفت لغايه اربعه، وقفت هنا لغايه كام يا شباب؟ اربعه. الخمسه والسته والسبعه دولت states مش موجودين. Well, we will refer to these states as undesired states أو don't care. من هنا نقدر نقول إن أيا كان شكل السيكونس اللي حدهولك الباقي بتاعه يعتبر don't care. بمعنى لو قلت لك عد لي سيكونس 000 بعدين 100 2 3 4 5 بعدين يصفر، ها يبقى الدونت كير هخليه كام وكام يا شباب؟ في الستة والسبعة معايا دونت كير، يبقى التو ستيتس دولت ار دونت كير. طيب اكزامبل تاني، اكزامبل تاني، لو انا قلت لك عايز يعد معايا صفر زيرو بعدين ينط على 2 بعدين ينط على 4 يعد زوجي، يبقى انا عايزه يعد كاونتر يعد عدد زوجي 4 اهو بعدين 2 4 6 يعد 6 بعدين يصفر. يبقى كده عد ايه يا شباب؟ عد الواحد والاثنين والسته. طب التلاته فين؟ يبقى التلاته والاربعه والخمسه، اللي الخمسه يعني كام؟ 1 0 1 والواحد
فين الواحد اللي هو ال1 0 0 يبقى نقدر نقول ان الواحد والثلاثة والخمسة دولت ار ار ايه ار دونت كير ار ايه يا شباب دونت كير. يبقى كده احنا عرفنا ايا كان السيكونس يبقى السيكونس اللي عند الديزاير تعرفينه شكله ايه والباقي بالنسبه لي هيعتبر دونت كير. دي تاني خطوه عندك طب بعدين هنعمل ايه ستيب 2 سيت اب ا تيبل ذات ليست اول بريزنت ستيت اند ذير نيكست ستيت. ايه الستيب بتاعت البريزنت ستيت والنيكست ستيت؟ البريزنت ستيت دي اللي هي كام والنيكست ستيت اللي هي ايه؟ انت عايز تعد سيكونس A و B و C هنا اهو 0 صح 1 2 3 4 يبقى دولت ايه يا شباب السيكونس اللي عندك بسميه البريزنت ستيت. طب النيكست ستيت ان 0 0 0 هيروح لمين الستيت اللي وراها؟ ال0 راح لل1 طب ال1 راح لل2 طب ال2 راحت لل3 طب ال3 راحت لل4 طب الأربعة رجعت التاني لمين يا شباب؟ لزيرو. تمام كده؟ أيا كان شكل السيكونس اللي مديهولك. زي تعالى هعمل لك التيبل ده لو أنا بتكلم على الإيفن يبقى الزيرو يبقى أنت إيه السيكونس اللي بتعدى عندك؟ زيرو بعدين قلنا اتنين بعدين أربعة بعدين ستة ده الـ A وده الـ B وده الـ C وده الـ present وده الـ next state بتاع الـ A والـ B والـ C. يبقى الزيرو هيروح لمين يا شباب؟ للاتنين اللي هو زيرو واحد زيرو والاثنين هتروح لمين؟ للأربعة اللي هي الوان زيرو زيرو والأربعة هتروح لمين؟ للستة اللي هي الوان وان زيرو. طب الستة هتروح لمين؟ حد يقول لي زيرو زيرو اللي هي زيرو زيرو زيرو. واضح كده؟ يبقى ده نفس عشان كده بقول لك ايا كان السيكونس انت بتمشي بستيبس ثابته عندك بعدين عملت التيبل ده العلاقه بين البريزنت ستيت والنيكست ستيت. بعد ما برسم الريليشن دي بعمل ستيب رقم 3 اللي قلت لكم عليها في المحاضره المره اللي فاتت اللي هو حامل فيها ايه حامل ميك الفليب فلوب ترانزيشن او الاكسايتيشن تيبل قلت لكم عليها الاسبوع اللي فات دي. الاكسايتيشن تيبل دي فائدتها ايه؟ علشان اقدر اعمل الديزاين الفعلي للشكل السينكرونس كاونت. ميك الفليب فلوب ترانزيشن او بسميه الاكسايتيشن تيبل. المفروض انت بتحل تعمل نفس الستبس دي، هتقول لي ستيب رقم 1 بعمل ايه؟ ستيب 2 رقم 2 بعمل ايه؟ ستيب 3 بعمل ايه؟ ستيب 4 بعمل ايه؟ ستيب 5 بعمل ايه؟ الستيب 3 ميك الفليب فلوب ترانزيشن او الاكسايتيشن تيبل. طب بنعملها ازاي ده الكلام ده؟ هنعمله احنا خلاص اتعودنا شغلنا كله كفليب فلوب بشتغل جي كي فليب فلوب لسينكرونس كاونتر. طيب شكل الجي كي ده نوت ان شكل الجي والكي فليب فلوب المفروض ان انت تكون حافظ البلوك كده طبعا اللي هو ايه ان الجي والكي لما يكونوا باصفار نوت تشينج 0 1 بتساوي 0 1 0 بتساوي 1 1 1 توجل ستيت. طيب بعدين هعمل ايه؟ ان في كل لحظه عندي البريزنت ستيت والنيكست ستيت. يعني ايه كلمه بريزنت ستيت اللي هو الكيو ان؟ ويعني ايه كلمه النيكست ستيت اللي هو الكيو ان بلس 1؟ وفي الحاله دي وفي كل ستيت من دول يا شباب بعمل ايه؟ اعرف شكل الجي والكي انبوت اللي هي الجي والكي بتساوي كام. طيب لما
الكيو ان بزيرو وراح لزيرو. انت خلي بالكم انا بعمل ايه الكيو ان والكيو ان بلس 1 دي. ها يا شباب لو انت عندك مثلا اهو تاني الاي والبي الاي والبي والسي سي مثلا قلنا 0 0 0 هتروح لاني ستيت هتروح لاني اي واني بي واني سي. ها في الاكزامبل اللي عندي ده الزيرو راح لل1 وبالتالي هتروح ل0 0 1. ومن هنا نقدر نقول ان طبعا ده لو انا بتكلم على الاي ده الكيو ان وده الكيو ان بلس 1 يبقى الزيرو ده يا شباب راح لمين؟ راح لل1 صح؟ طيب ايه كمان؟ الزيرو بتاع البي راح لمين؟ للستيت اللي بعد كده زيرو. طب ايه كمان؟ الزيرو بتاع السي ده هيروح لمين؟ للزيرو ده. ومن هنا انا بشوف يبقى ده ليك طبعا ده كيو ان وده كيو ان وده كيو ان بلس 1 وده كيو ان بلس 1 وده كيو ان بلس 1. يبقى التيبل اللي عندي ده يمثل لك ايه؟ العلاقه بين الكيو ان والكيو ان بلس 1 ايا كان شكل البت ده ايه. واضح كده؟ طيب عندي كام احتمال؟ عندي كام احتمال للتو بيتس دولت ان ممكن يبقى مين؟ ان الزيرو هيروح لزيرو صح كده؟ او الزيرو هيروح ل1. طب ايه كمان؟ او ال1 هيروح لزيرو او ال1 هيروح لمين؟ او ال1 هيروح ل1. في اي احتمالات تانية يا شباب؟ مفيش اي احتمالات تانية صح؟ للبريزنت مفيش اي احتمالات تانية من الكيو ان الى الكيو ان بلس 1 مفيش اي احتمالات تانية بين البريزنت ستيت والبريفيوس ستيت. ومن هنا تعال نشوف لو الكيو ان بتساوي 0 والكيو ان بلس 1 بتساوي 0 ده معنى ايه الكلام ده؟ هنبص على التيبل. ها عايزين نشوف بقى الانبوت الجي والكي هيبقوا شكلهم ايه لو كان الكيو ان بتساوي 0 والكيو ان النكست ستيت بتساوي 1 ب 0. امتى تبقى 0 وتروح ل 0 يا شباب؟ معناه ايه الكلام ده في الجي كيف الفلوب؟ ال 0 تروح ل 0 معناها نوت تشينج وبالتالي الجي والكي بكام؟ باصفار. ادي الجي والكي باصفار. طب امتى كمان الاوبوت يوصل لزيرو؟ الاوبوت الجديد يبقى بزيرو امتى؟ الاوبوت الجديد يوصل بزيرو امتى؟ لو الجي بتساوي زيرو والكي بتساوي 1. ادي الجي بتساوي زيرو والكي بتساوي 1 يبقى الحالة دي او اور. انا اكتب لك اور اهو. يبقى انا هبقى انا كنت عند الزيرو ورايح لل1 يبقى قدامي حالتين ان الجي والكي يا اما بتساوي 0 0 او اور الجي والكي بتساوي 0 او 1. وبالتالي نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان الريزلت بتاعتك ان لازم الجي ده شرط اساسي ان الجي بتساوي 0 وشرط اساسي ان الكي ده انا مش عارف ممكن يكون 0 او 1 مش فارقه معايا علشان كده كتبتها ايه اكس يبقى دونت كير. يبقى دي اول كيس لازم نبقى عارفينها. اللي عايز يحفظها يحفظها اللي عايز بس انا طبعا مش هتعرف تحفظ خلي بالكم. اللي حافظ السنه اللي فاتت تعب ومش ولازم هتتلخبط وقت الامتحان ورهبه الامتحان. امشي بستبس اسهل لك بكتير جدا من ان انت تحفظ. التيبل ده مش هياخد كتابه في ايدك دقيقتين بالظبط. وبالتالي ها تعال نشوف الكيس التانية. سي مثلا لو انا بتكلم على الكيس التانية ها ان الزيرو انا كيو ان بزيرو ورايح لل1
امتى بزيرو رايح ل1؟ معناها حالتين، معناها يا توجل، معناها يا توجل، يبقى الجي بوحايد والكي بوحايد او بواحد وواحد، الجي بواحد والكي بواحد، او ايه كمان؟ امتى الاوبوت الجديد يبقى بواحد؟ فين الاوبوت بواحد اهو؟ ان الجي بواحد والكي بزيرو، الجي بواحد والكي بزيرو. يبقى خلي بالك برضو من اور، يبقى الكيس ده او الكيس ده. طب ايه بقى الشرط الاساسي بالنسبه لك الدوميننت؟ ان شرط ان لازم ان الجي هتساوي بواحد والكي يا وان يا زيرو، وبالتالي انا اي دونت كير، اي دونت كير بقيمه مين؟ بقيمه الكي. طب ايه الاحتمالات الثانيه؟ عاملها لكم بلون ثالث، ان الواحد راح لمين يا شباب؟ للزيرو. الواحد راح للزيرو، يبقى انا اول حاله عندك توجل، يبقى ب 1 1. بعيد الكلام انا، ها 1 1 اللي ما فهمش انا بعيد. طب امتى ال1 الاوبوت يبقى بزيرو؟ تعال نبص الاوبوت بتساوي زيرو امتى؟ لما الجي بزيرو والكي ب 1، يبقى خدت الانبوت بزيرو والكي ب 1. وبالتالي ايه الكونديشن الاساسي اللي عندك؟ ان ده 1 اور الكيس دي، اور الكيس الثانيه دي، وبالتالي اي دونت كير بقيمه مين؟ الجي. ولكن قيمه الكي لازم بتساوي واحد، عشان هي واحد في الحالتين يبقى لازم بتساوي واحد. طيب الحاله الاخيره بعيدها تاني، امتى الواحد يروح للواحد؟ امتى الواحد يبقى بواحد؟ معناه ان انا نو تشينج اهو، يبقى نو تشينج، يبقى الجي والكي باصفار اهو، الجي والكي باصفار. وامتى الاوبوت يتساوي واحد؟ الاوبوت يتساوي واحد امتى؟ ان الكي بواحد والجي بزيرو، يبقى 1 وزيرو. ومن هنا نقدر نقول ال1 والزيرو ده اي دونت كير، وزيرو زيرو شرط اساسي ان هو يكون زيرو. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا عايز كده، يبقى انا فهمت، قدرت افهم من هنا ان الزيرو زيرو معناها انها زيرو وان كجي وكي. يبقى اللي انا عايز اعرفه ان الزيرو زيرو معناها زيرو اكس، والزيرو راح للوان معناها وان اكس، والوان راح للزيرو معناها اكس وان، والوان راح للوان معناها اكس زيرو. يبقى تاني حاجه عملتها كده الاكسايتيشن تيبل. طيب بعدين كرييت ذا سيركت اكسايتيشن تيبل، انا هكتبهم تاني هنا اهو علشان الناس تبقى شايفه معايا وفاهمه. قلنا ان الزيرو لما راح للزيرو معناها ان الجي والكي كانوا بكام؟ زيرو اكس. طب لما الزيرو راح للون معناها 1x. طب ال1 راح للزيرو ده معناها الx 1. طب ال1 راح لل1 دولت معناهم ايه؟ ده الخلاصة بتاعت التابل اللي فات، ان الx بقى بزيرو. واضح الكلام كده؟ هنبدأ بقى نعمل ايه يا شباب؟ الستيب رقم 4 create the circuit excitation table. اللي هي ايه circuit excitation table؟ العلاقة بين ال present state وال next state. خلي بالكوا التيبل ده، التيبل ده ما فيهوش جديد، ده هو التيبل اللي احنا عملنا منه ايه يا شباب؟ ال excitation table. ها؟ طيب انا مدي لك في المسألة كانت ايه يا شباب؟ ال state كام؟ 0 واحد اتنين تلاتة أربعة، ها، ورحت لمين؟ لواحد، الزيرو راح الزيرو راح لواحد، والواحد راح للاتنين، والاتنين راح للتلاتة، والتلاتة راحت للأربعة، والأربعة راحت للزيرو. أيا كان مين بيروح لمين، أيا كان أنا مديلك مين بيروح لمين، أنت بتمشي بستيبس ثابتة. بعدين بعمل إيه؟ الفليب فلوب إنبوتس. أنا عندي كام فليب فلوب؟ بما انهم 3 بت
يبقى عندي كام فليب فلوب يا شباب؟ 3 فليب فلوب. يبقى انا عندي الكي اي والجي اي والكي بي والجي بي والكي سي والجي سي. يبقى ده الفليب فلوبس انبوت اهم اللي هم الثلاثه كي. ماشي، هنبدا نبص على كل كي لمين؟ للفليب فلوب، وهنعمل لها اكسايتيشن تيبل، هنعمل لها كمان هنبسطها. ها، اول حاجه عندك الزيرو، هنبدا بالسي مثلا. الزيرو راح لمين يا شباب؟ الزيرو راح للزيرو، صح كده ولا لا؟ الزيرو راح للزيرو، يبقى الجي والكي بتاعهم بكام يا شباب؟ 0 اكس، صح كده؟ يبقى دي ايه يا شباب؟ 0 اكس، ده بتوع السي صح؟ طب البي ممكن ناس تمشي كل السي، نمشي بالسي الاول كل فليب فلوب لوحده. ها، الزيرو راح للزيرو خلاص نفس القيمه 0 اكس، الزيرو راح للزيرو نفس القيمة 0x. طب الزيرو راح لل1، هنبص هنا الزيرو راح لل1 يبقى 1x، يبقى 1x. طب ال1 راح للزيرو، ال1 راح للزيرو يبقى x1، يبقى x يا شباب 1. وبكده قدرت اعمل الفليب فلوب، الفليب فلوب اللي هو اسمه كام سي. عايزين نعمل الفليب فلوب الثاني البي. البي الزيرو راح لزيرو، الزيرو راح لزيرو يبقى 0 اكس. طب الزيرو راح لمين بعدين؟ ل1. هبص الزيرو راح ل1 يبقى راح لمين؟ ل1 اكس، ادي 1 اكس. طب ال1 راح ل1، هبص على ال1 راح ل1 يبقى مين يا شباب؟ اكس 0، ادي اكس 0. انا بعملها بالتفصيل يعني ما عدتهاش اهو، انا بعمل المساله بالتفصيل. بعدين ال1 راح لزيرو، ال1 راح لزيرو معناها اكس 1، ادي اكس 1. بعدين الزيرو راح لزيرو، فين الزيرو راح لزيرو؟ يبقى 0 اكس، ادي 0 اكس. وبكده قدرت اعمل الفليب فلوب اللي هو اسمه البي. طيب هعمل الفليب فلوب الثالث، ان الزيرو راح لل1، الزيرو راح لل1 يبقى الكيس دي، يبقى انا 1 اكس، اي 1 اكس. طب ال1 راح للزيرو، ال1 راح للزيرو يبقى اكس 1، ادي اكس 1. طيب الزيرو وراح لل1 زي الكيس الاولانيه بقت 1x. بعدين ال1 راح للزيرو خلاص بتتعاد يبقى x1. طب الزيرو راح للزيرو، ها الزيرو راح للزيرو يبقى انا بتكلم على 0 ايه يا شباب؟ x، يبقى 0x. وبكده قدرت اعمل الفليب فلوب اللي هو رقم ايه. يبقى قدرت احدد الانبوت لكل فليب فلوب، قدرت احدد الانبوتس لكل فليب فلوب. طب وبعدين؟ ها، ستيب رقم 5 كرييت اللوجيك اكسبريشن فور الفليب فلوب انبوت. خلي بالكم ان احنا كان عندنا الثلاثه كيس دولت قبل ما تعدوش، هما مش معانا في المساله، عشان كده احنا قلنا الثلاثه كيس دولت ار دونت كير، فبحط قيمهم باكس. هنبدا نعمل الكي ماب لكل برانش من دولت. يعني انا هعمل كي ماب للجي اي، وهعمل كي ماب للكي سي، وهعمل جي ماب كي ماب للجي بي والكي بي والجي اي والكي اي. احنا عارفين ان الستيتس اللي عندك اسمها ايه يا شباب؟ الاصفار دي معناها برات صح؟ يبقى الستيت دي اللي هي الاي والبي والسي، الثلاث اصفار دي معناها ايه يا شباب؟ اي بار، اي بار بي بار، اي بار بي بار سي بار. ومن هنا ها تعال نشوف، يبقى الكي ماب
للجي اي طبعا هما 3 انبوت يبقى شكل الجي ماب كام شكل الكي ماب 3 انبوت 2 باور 3 يبقى 8 سيل ادي شكل ال 8 سيل اي بار بي بار اي بار بي اي بي اي بي بار سي بار سي طبعا الكلام ده ما فيهوش جديد هنحط القيم بتاعه الجي اي الجي اي قيمها بكام بص كده معايا الجي اي فين الجي اي بدانا بالاي 1 اكس 1 اكس 0 هتحط قيمهم 1 اكس ادي 1 1 اكس 1 اكس وادي 0 طب الثلاثة التانيين دولت بحطهم ايه يا شباب دونت كير ومن هنا هعمل الكي ماب للجي اي ها فين الكي ماب هل في 8 مع بعض مفيش 8 مع بعض هل في 4 في 4 ادي الأربعة دولت مع بعض يبقى كده قدرت احسب شكل الجي اي بتساوي سي بار ايه ادي هنا دولت كلهم كومن مع بعض وبالتالي ان جي اي بتساوي سي بار طيب نفس الكلام الكي ماب لمين للكي اي الكي ماب للكي اي بكام ها هنبص على التابول ده برضو هنبص على الكي اي فين الكي اي ادي الكي اي اكس امتى ده هنا اي بار بي بار سي بار ها وبعدين طبعا احنا بنكتب اي اي بار بي بار خلينا زي ما احنا كاتبين ال اي بار بي بار سي بار طيب الكيس الثانيه الاي بي بار سي بار طب الكيس الثالثه ده اي بار بي سي بار طب الكيس الرابعه اي وبي وسي بار طب الكيس الخامسه ها يا شباب الكيس الخامسه يبقى الاي بار البي بار السي وبعدين هنعمل اعمل لكم كمام تعال نعملها مع بعض ادي شكل الكيماب ادي 1 2 3 4 ها الاي بار بي بار اي بار بي اي بي اي بي بار بعدين السي بار وادي السي احنا شغالين على احنا هنعمل الكي اي طبعا صح عملنا جي اي وهنعمل دلوقتي الكي اي هنعمل الكي اي ازاي هتساوي كام عايزين نعرف ان الكي اي بتساوي كام ها إيه. تعال نشوف اول واحده الكي اي باكس امتى تساوي اكس اي بار بي بار سي بار اي بار بي بار سي بار بتساوي اكس بعدين اي بي بار اي بي بار ادي اي اي بي بار سي بار بتساوي 1 ها بعدين انا خلصت كده دي وخلصت دي طب الثالثه اي بار بي اي بار بي وسي بار يبقى القيمه هنا بتساوي اكس طيب القيمه الرابعه القيمه الرابعه القيمه الرابعه سي بار الاي بي ادي الاي بي والسي بار يبقى القيمة هنا بواحد القيمة الخامسة A بار B بار A بار B بار C بتساوي X واضح كده؟ طب القيم الباقية دي هحط فيها ايه يا شباب؟ حد يفكرني؟ القيم الباقية دي هنعمل فيها ايه؟ ها؟ أصفار أصفار؟ حد عنده رأي تاني؟ الناس اللي مركزة معايا مفيش ولا واحد مركز؟ حط اكس
اكس يا شباب دونت كير، زي ما احنا قلنا القيم اللي انا مش مستخدمها بحط لها اكس دونت كير. وبالتالي حد ممكن يقول لي السمبليفيكيشن بتاع الكي ماب دي كام؟ دي واحد على طول، واحد على طول. الله ينور عليك، عادي التمانية مع بعض كده اهو، يبقى الكي ماب دي هتساوي كام على طول؟ واحد. يبقى نقدر نقول ان الكي بتساوي واحد. انا خلاص مش هعمل تاني كي ماب، احنا الكلام ده احنا ده كله ديريفيجن على اللي فات. يبقى احنا كده عملنا الكي اي والجي اي، وهنعمل الكي بي والجي بي، وهنعمل الكي سي والجي سي ككي ماب صغيره اهي بالمنظر ده. كي اي وكي اهي، كي اي طلعت لك بوحدات زي ما احنا طلعناها بالظبط، والجي بي اهي ها، والكي بي والجي سي والكي سي، ده طلعت دي طلعت بايه. والجي سي لو انت شفت هنا العدد هتلاقي فيه اصفار كتير، وفي ثلاثة دونت كير اللي هو الاكس ده والاكس ده والاكس، دول ثابتين دونت كير في كل المسائل اصلا. يعني حتى هتلاقيهم معمولين باللون الاسود اهو، باللون البلاك، دولت الاكسات الثلاثة دولت دونت كير، علشان انا العد ده انا مش واخده. طيب هل في اربعة مع بعض وحيد او اكسات؟ لا، هنا في الاثنين، وبالتالي الجي سي بقت كام؟ اي بي. حد عنده اي سؤال حتى هذه اللحظة؟ اخر خطوة في الديزاين ان انا هعمل امبليمنت السيركتس، ارسمها لكم بره احسن اهو. تعالى امبليمنت السيركت مع بعض بتاعت الديزاين. هنبدا نعمل ايه يا شباب؟ هعمل كام فليب فلوب؟ حد يغششني؟ ثلاثة بقى. ثلاثة، الله ينور عليك، ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث. ها والكلوك اللي عندك، انا شغال سينكرونس كاونتر، عايز الرسم يكون نظيف بالمنظر ده كده اهو. وادي كلوك الثانية، عشان احنا في الرسومات انا بشوف العجب وفي شخبطه بشكل مش طبيعي. وادي الكلوك الثالث، ده الماستر كلوك، ادي الماستر كلوك اللي عندك، وهنا الجي وادي الكي، الجي وادي كي، ادي الجي وادي الكي. ها الاي والاي بار، البي والبي بار، السي والسي بار. ها بعدين عايزين نوصل بقى الجي، هات دي الجي، الجي اي والكي اي والجي اي. ها نوصل ازاي الكلام ده يا شباب؟ حد يمليني، الجي اي بكام؟ سي بار. يبقى انا هوصل من الجي اي هنا، شوف الديزاين بقى، هات بلون تاني علشان الالوان تبقى مختلفه. ادي ده من الجي اي، ده هيبقى واصل لغايه مين يا شباب؟ السي بار، واضح؟ ها بعدين الكي اي بكام؟ واحد. الكي اي قيمته بواحد. نخش على الفليب فلوب الثاني، الجي بي طلع بايه؟ يبقى هيتوصل كده مباشره. طب الكي بي فين؟ الكي بي، الكي بي بايه صح؟ برضو الجي بي بايه والكي بي بايه، يبقى هاخد من الايه برضو هنا اهو، هوصل كده. ها بعدين الفليب فلوب الثالث، الجي سي A B N، هيبقى ال A and B صح؟ ادي ال A او سوري، طبعا الرسمة المفروض دي تبقى احسن احلى من كده يعني اهو. ها
احنا ممكن ندخل الخط. يبقى انت بترسم لازم يبقى فيه عندك كده ايه يعني يبقى فيه شكل رسمة تبقى فيها ذوقيا كده فيها ذوق شوية يعني يبقى فيها احساس ان الرسمة تبقى مظبوطة. ادي هنا خلاص احنا تعودنا ادي هنا ده مفيش مشكلة ده. ها هاخد نقلل السيكنس بس شوية. ها هاخد الجي اي وادي البي هدخلهم على اند والاوتبوت هيوصل بمين يا شباب بالكي. بعدين الجي سي بكام قيمته الكي سي بواحد وبكده انا قدرت اعمل ديزاين. تعال نشوف الرسمه اللي انا رسمها هل شبه المرسومه ولا لا. اهي واضح شوف بقى الرسمه مرسومه ازاي. ادي الجي كي والبي والاي رايح للبي نفس الرسمه بالظبط تعتبر يعني. انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال؟ انا كده خلصت يا شباب. حد عنده اي سؤال؟ دكتور استاذ حضرتك ممكن تعيد بس الحته بتاعه تحويل الجدول للكيمياء بتاني؟ اني جزء اهو التيبل عندك اهو عايز تحول ايه اي جزء فيهم بس حضرتك بس. طيب تاني انا هنا مشخبط كتير. طيب نبدا في صفحه تانية اهو كان عندي الحالات ادي السي وادي البي وادي الايه كانت 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 صح كده. ها عايز سي مثلا بتكلم على الجي سي علشان اعمل الجي سي. الجي سي كانت بكام؟ تعال نعمل اي حاجه تانية حتى صعبه كانت كي جي بي جي سي. خلينا في الجي سي. فين الجي سي دي؟ اهي جي سي كانت 0 0 سوري ادي 0 الحاله اللي وراها كام؟ 0 تاني ها بعدين 0 تاني بعدين 1 بعدين اكس صح كده؟ معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب الكيس دي كتيبل معناها ايه؟ التلات اصفار يبقى ده A بار B بار C بار. طب دي الكيس دي معناها ايه؟ معناها ال A B بار C بار. طب الكيس دي معناها ايه؟ معناها A بار B سي بار. طب الكيس دي A B C بار. طب الكيس دي A بار B بار C. ومن هنا هروح اعمل ادي شكل الكيماب واحد التانية ودي التالتة والرابعة. قلنا بنكتب هنا A بار B بار A بار B A B بار A B وادي C بار وادي C. القيم بتاعتك كام؟ تعالى بقى نفرغ الكلام ده في التيبل. ها أول واحدة A بار B بار C بار A بار B بار C بار بتساوي 0. الثانية A B بار A B بار C بار بتساوي 0. التالتة A بار B A بار B C بار بتساوي برضو 0. الرابعة
اي بي ادي اي بي سي بار بتساوي 1 الخمسة اي بار بي بار اي بار بي بار سي بتساوي اكس. بعدين بنحط القيم الثلاثة دول كام الباقيين؟ بإكسات. ليه بإكسات؟ عشان ده دونت كير. اي دونت كير انا ما عدتهمش فمش فارقة معايا. ومن هنا هعمل التروست. هنشوف بقى هل في 8 اكس مع واحد مع بعض؟ لا. هل في 4؟ لا. في هنا كام؟ واحد مع اكس. بس. وبالتالي نقدر نقول ان جي سي بتساوي كام؟ اي بي. هو ده المطلوب. تمام شكرا يا دكتور. حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ انت كده تقدر تعمل ديزاين لاي سيكونس موجود. الكلام ده صح ولا غلط؟ هل المعلومه عايز رد؟ هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ هل انا ممكن اعمل ديزاين لاي سيكونس بالبروسيدنج دي؟ صح يا دكتور. تمام. وبالتالي مش فارقه معايا شكل السيكونس، ما تخضش من شكل السيكونس، ايا كان شكل السيكونس اللي داخل لي انا همشي بالبروسيدنج دي بالخطوات الحل دي، وبناء عليه هقدر اعمل الديزاين النهائي لشكل الفليب فلوب ده. خلاص. شكل الفليب فلوب ده يا شباب ده في الاخر بعمله ديزاين، ده او هو طبعا الشكل ده بتعمل ديزاين في النهايه ازاي. الكلام ده عمليه بنعمله ازاي؟ بنعمله بلانجوج حاجه اسمها زي الماتلاب كده، حاجه اسمها ال VHDL Very High Speed Digital Language. خلاص. بنشتغل بحاجه اسمها ال VHDL وبكتب الكلام ده اكواد زي السي كده او زي البروجرامينج. يبقى انا بعمل الكلام ده على بروجرامينج على تشيب، وبالتالي قدرت اعمل الكاونتر ده بايه؟ ببروجرامينج، وقدرت احرقه على بروسيسور صغير مثلا او مايكرو بروسيسور صغير. ومن هنا بقدر اعمل ديزاين لاي حاجه انا عايزها باستخدام البروجرامينج ده. وده ليفل تاني طبعا، انتوا ايه مش يعني ايه مش هندخل في تفاصيله يعني. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور معلش اتفضل. انا عندي بس كام سؤال بس في الاسينكرونوس. اتفضل. بالنسبه للاسينكرونوس حضرتك كنت في الصفحه الخامسه تقريبا. ثانيه بس هجيب الشاحن. ماشي تمام. اتفضل يا هندسه. كنت حضرتك كاتب سؤال زكيت كاونتر، هل الكلمه نفسها معناها مود 10 ولا لازم جنبها يزود لي مود كام؟ قايل لك ايه معلش؟ في الاسينكرونس في الصفحه مام. الخامسه حضرتك كاتب ديكيت كاونتر وكاتب جنبها يعني يعتبر تكافئ مود 10، هل هو هيقول لي مود كام ولا هي اصلا الكلمه معناها مود 10؟ لو قلت لك ديكيت كاونتر وسكت يبقى هي معناها مود 10. معناها اصلا. طبعا ديكيت كاونتر يعني بيعد لغايه 10. تمام. طيب. بس عشان كده احنا وقفنا لغايه ال 10. او ممكن اسميه مود 10. مود 10 كاونتر يعني. سؤال تاني في الاس سي فلوب فلوب تمام؟ الاكسيتيشن تيبل ليه حضرتك لما واحد واحد حضرتك حاطط اكس مش المفروض نوت يوز؟ ارجع تاني يا باشمهندس للتيبل هتلاقي الموضوع صح. ارجع بس للتيبل اهو. ما هو ثانية فين؟ ثانية فين بتقول فين المكان؟
excitation table بتاع ال SC flip flop صفحة 9. ها اتفضل هندسة. هنا لو حضرتك فتحت الاكسبكتيشن تيبل هتلاقي اللي حضرتك في الواحد واحد حاطط اكس اس سي فليب فلوب اهو. ها مش هنا يا باشمهندس؟ اه يا دوب اهو تمام. واحد واحد حضرتك حاطط اكس، مش المفروض نوت يوزد مش دونت كير صح كده ولا انا؟ سو اكس اهو في ال موجودة اللي حضرتك مطلع البروجكت بتاعها كيو ان بار و اس سي جنبيها حضرتك حاطط اكس، هي دي بقى. انت يا باشمهندس ارجع تاني واحد واحد نوت يوزد تمام. طب انت نوت يوزد ده انت عارف هو وهو طلع لك واحد واحد، فانا هنا مش عارف الاوت هيبقى شكله ايه، فبالتالي ممكن يطلع واحد او يطلع زيرو. في اي احتمالات تانية؟ لا مفيش خلاص، فانا مش عارف شكله ايه، فعشان كده انا كتبته اي دونت كير اكس، انا مش عارف فعشان كده كتبته اكس معايا، فمفيش اوت محدد في الحاله دي فعشان كده بنكتبه اكس. يعني حتى لو نوت يوز بكتب دونت كير على اساس انا مش عارف هيطلع ايه، انا مش عارف طالع ايه فعشان كده بكتبه دونت كير. ها غيره تمام. في الشيت الاخير بس انا عندي السؤال واحد، في سؤال واحد انا مش مستفهم يعني الاجابه يبقى شكلها عامل ازاي. استنى نجيب الشيت. الشيت الرابع اتفضل. السؤال الخامس انا عارف اللي هو 3 بت ومود 6 تمام اوكي تمام. بس مش فاهم الحته بتاعت يعني ايه الام الموست سيجنيفيكانت بت بتاع البروبجيشن ديلي. يعني انا عارف ليه هتوضح في الرسمه بس يعني ايه اللي هتفرق مثلا 50 عن 20 اللي حضرتك كنت بتكتبها لنا، يعني ايه الفرق يعني؟ Design the circuit diagram of mode 6 asynchronous label counter. Draw its timing diagram. Assume that each flip-flop has a propagation delay of 50 nanoseconds. Find the most significant bit propagation delay. هنا بقول لك احسب لي الرقم بس مش اكتر. يعني هنا البروباجيشن ديلي هيبقى البروباجيشن ديلي بتاعك ديلي هيساوي انت عندك الديمود كام كاونتر؟ ثلاثة. عندك كام كاونتر كده؟ ثلاثة كاونتر، ثلاثة فليب فلوب، كل فليب فلوب هيبقى ليه ديلي كام؟ 50 نانو سكند. وبالتالي الفليب فلوب الثالث هيبقى فيه كام فليب فلوب؟ ثلاثة في خمسة هيبقى 150 نانو سكند. يبقى ده الديلي بس. ده انا عايزك تحسب هنا، بقول لك درو اتس تايمينج دايجرام وخلاص، هنا مساله خلصت زي اللي انت واخدها صح؟ اه تمام. الحته دي الزياده بقى اسيوم ذات اتش فليب فلوب هاز ا بروباجيشن ديلي 50 نانو سكند، فايند ذا موست سيجنيفيكانت بيت بروباجيشن ديلي. يبقى اخر بيتس عندك هيبقى ليه بروباجيشن ديلي كام؟ هو ده المشكله اللي احنا قلنا عليها في الاسينكرونس كاونتر، ان الديلي ار اكوموليتد بيتجمع. يبقى لو انت عندك 10 فليب فلوب يبقى اخر فليب فلوب عندك الديلي بتاعه اضرب 10 في كام؟ 50 تمام. اضرب 10 في 50 يبقى شوف بقى الديلي قد ايه. اوكي تمام شكرا. لو كان تاني بت يا دكتور هيبقى 100 سكند بس؟ يبقى 100 بس طبعا. تمام انت بتجمع يبقى 50 زائد 50 زائد 50 تمام. لو تاني بت يبقى 50 يبقى 100 سكند. طب لو في سينكرونس يبقى هو ما فيش ديلي اصلا ولا هيبقى ايه الدنيا يعني؟ حد ممكن يجاوبني على السؤال ده؟
لو سينكرونس كاونتر طبعا مفيش احنا قلنا مميزاته ان الكلوك داخل على كل الفليب فلوب في نفس التوقيت مفيش مفيش ديلي مفيش طبعا الكلام يعني النقطه دي توضح ميزه السينكرونس كاونتر عن الاسينكرونس كاونتر بتاعه. حد عنده اي سؤال تاني؟ يا شباب دكتور لو سمحت اتفضلي. هو المحاضرات احنا كنا خدنا اخر ثلاث محاضرات من حضرتك المره اللي فاتت او يعني كريم غالبا خدهم وكده،